ليك ها توقعت انك تكسب الاهلي؟ لا في التوقع بص يا كابسيف انت يعني تتوقع يعني اثناء المباراه حسيت انك انت ممكن تكسب؟ لا اثناء المباراه انما قبل المباراه لا لكن اثناء المباراه حسيت انك ممكن تكسب؟ لا اثناء المباراه انت نازل تاخد بونت قبل المباراه. لا انا ما بنزلش على دي يا كابسيف. طب انت انا كطارق مصاب ما بنزلش على دي خالص. على ايه بقى؟ مش بكلمك اللي عارف طارق مصاب عارف كده. ايوه انا كل المباريات انت نازل تكسب الاهلي طبعا نازل تكسب. معلش معلش عشان اللي مش متابعني يعني الرجاء والوداد هناك في محمد الخامس الملعب بيبقى مقفول والحمد لله مع كل الفرق اللي انا لعبتها اللي مسكتها اذا كان سريع واتز ومدافع الحسن الجديدي او اذا كان اسفي فالموضوع مش كده. الموضوع ان انا لو نزلت عشان اخد البونت ده مش هلطه. طب انت بعد جون مودست في الدقايق الاولى قلت دي حفله بقى طبيعي. لا انت جواك ايوه طبيعي طبيعي قلت دي حفله طبيعي. ما هو انت كابتن سيف هو التوفيق معاك النهارده ولا مش معاك؟ انا فاهم يا كابتن. لا انا بعد الجون ده بالذات الاولاني اللي بعد الدقايق ده انت قلت بس ده سكور بقى النهارده لا ولا لا قلت انا راجع وهكسب لا, لا مش سكور سكور لان لو انا كده انا مش هغير بعد 30 دقيقه ثلاث لعيبه هي ما تبقاش كده بس بقول ايه انت قلت لا ممكن التوفيق بتغير. ممكن التوفيق لا انا ما اتاخرش غير بعد انت ده. بعد الماتش كان في لقاء قلت انا كان ممكن اغير قبل كده طالما اللعيب ما نفذش بالظبط. لا انا قلت ايه لا انا قلت ايه يا ما تسالني السؤال قلت لا وممكن كمان اغير بعد خمس دقايق و10 دقايق ايوه طالما اللعيب ما نفذش اللي انا عايزه ايوه انت قلت ممكن اغير قبل كده كمان بالظبط كده. فانا بقول ايه هو ممكن توفيق انت ممكن نازل اللعيب 10 دقايق تغير ممكن مش 10 دقايق 10 دقايق يعني لازم تدي له فرصه. لا انا بقول للمذيع لا مش هي مش بالمعنى ده مش بالتوقيت ده مش والا ما لا طب ما انا غيرت بعد 30 دقيقة ممكن مدرب تاني ما يغيرش يستنى بين الشوطين صح ممكن ما يغيرش خالص رجوع الهدف توقعته يعني توقعت انك ممكن ترجع في التوقيت ده؟ لا ده هو ده المهم بقى ان انا ربنا وفقني وده التوفيق اللي انا بقول لك عليه. اسعد لك انهي لقطة أكثر فرحا؟ لا الاثنين طبعا. انهي واحدة أكثر؟ لا الاثنين والله خلي بالك يا كابتن أكيد يا كابتن بتبقى في واحدة. لا دي هي الأهلي بالنسبة للدوري المصري الرجاء بالنسبة للدوري المغربي. لا بالنسبة لطارق مصطفى لا طبعا الاثنين. طب خلي بالك يا سيف لما تكسب الانديه الكبيره بحجم النادي الاهلي صح وحجم الرجاء دي حاجه بتتحسب لك انت في السي في وتكبر اسمك اكيد. معلش الانديه دي برضو انديه محترمه وانديه كبيره منتخب مصر انت النادي الاهلي بتلعب منتخب مصر والرجاء نفس الشيء قبل عندهم امكانيات كبيره قبل جدا. الهدف الرابع قبل الهدف الرابع قلت يا رب نقطه؟ لا طبعا كابتن سيف انت بتلعب النادي الاهلي انا عارف فما تتعادل مع النادي الاهلي فهو ده مكسب ليك خاصه عارف. ان انت جاي من خساره ما أنا بقول طبعا بحمدت ربنا طبعا. لا لا مش قصدي قبل ما تجيب الهدف الرابع ساعات بتبقى واقف كده تقول ايه انا مستني هدف ساعات بتبقى واقف تقول ايه يا رب تخلص على كده انت في اللحظه دي وانت 3-3 بتقول يا رب نقطه ولا بتلعب على الرابع؟ لا 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 مش من قبل اللقطه دي وهي لقطه 2-2 قلت ان شاء الله لان انا عملت تغيير في الحته دي تحديدا انا قفلت نص الملعب نزلت سيرجي اكا في نص الملعب ولعبت الثلاثه في نص الملعب غيرت طريقه اللعب قلت عشان لو ما جبتش ما يجيش فيه فهو عشان كده بقول لك ايه هو انت كمدرب بتفكر عندك فكر وعندك افكار وبتطبقها ممكن التوفيق يحالفك وممكن التوفيق ما يحالفكش. كابتن طارق توهتني ليه؟ انا بس طبعا ما انا قلت لك قلت الحمد لله. لا لا مش كل الحمد لله على كل شيء لا انا بسال بعد انا في مباراه كده اقعد اتفرج كده في الدقيقه 88 87 اقول ايه يا رب السبع ده يعد وتخلص على كده وتعش. ايوه ما انت ما تضمنش الاهلي الاهلي بتاع اخر دقيقه. ايوه ما انا بسالك السؤال عشان كده انا بقول لك انت واقف تقول يا رب السور هتخلص على كده ولا مستني الوضع؟ لا, لا 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 قلت الحمد لله تخلص على كده. الحمد لله تخلص على كده بس الحمد لله هو ده سؤالي بقى التوفيق بقى الحمد لله التوفيق اللي انا بقول لحضرتك عليه اللي ما كانش محالفني حالفني وان انت اللي بيعمله النادي الاهلي مع الفرق ان النادي الاهلي دايما هو اللي بيعمل ايه؟ هو دايما النادي الاهلي اللي في اللحظات دي هو اللي بيهدف وهو اللي بيقوم. انت عملت حاجة غير متوقعة او لعبتك زرعت فيهم حاجة غير متوقعة. مفيش فريق في مصر 3-3 في بيلعب النادي الاهلي في التوقيت ده ويهاجم ابدا ابدا يعني اللعيبة هتتمسمر ورا وهتقف وهتضرب بلوك ورا. ما انا شفت ان النادي الاهلي الحالة بتاعت النادي الاهلي بالنسبة لان هو كان راجع من مباراة نادي الزمالك وعنده طبيعي جدا في لعبة كتيره ممكن تكونش مجهده والفورمه والفرحه بتاعت مباراه الكاس مع نادي الزمالك زائد ان انا كان في مشاكل في النادي الاهلي في خط الظهر فالمشاكل زادت بالنسبه لي. المشاكل دي كنت عارفها ولا فاجئت بيها في الماتش؟ طب انا اقول لك حاجه انا قايل للعيبه تشكيل الفرقه في محاضره الماتش الساعه 5 لسه. انا اقول لك حاجه قبل ما تطلع فاصل قبل ما تطلع فاصل بس هو انا برضو ربنا كرمني وساعدني بخروج امام عاشور وخروج مروان فبدل المشاكل ما كانت في الدفاع بقت في نص الملعب والدفاع. ده كلام كبير بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل.
انتوا فريق جامد وكويس ولا لا؟ يعني انت معاك فريق متواضع ولا فريق قوي؟ مفيش شك ان انت مدير فني كبير. لا الله يخليك يا سيد، بس هو حته فريق قوي، اكيد فريق قوي طبعا. فريق البنك الاهلي فرقه محترمه ولعيبه محترمه. الدوري ده كله كوم يا كابتن، والبنك الاهلي كوم. يعني البنك الاهلي ده قبل الدوري الممتاز لما تبص على لعيبته كده، لا فرقه تقيله. ما تبص على ماتشاته، لا ماتشات كبيره، بيعمل ماتشات تقيله. تشوفه في الملعب لعيبه كبار، تبص على الجدول تحس ان انت دخت بقى. بص انا هقول لك حاجه في النقطه دي، يمكن انا توليت المسؤوليه بعد 5 مباريات من الدوري. لا شك ان لعيبه البنك الاهلي لعيبه كلهم كبار ولعيبه محترمه جدا، لعيبه لعبوا على مستوى عالي، وفيهم منهم كتير لعب على في منتخب مصر ولعب في اهلي وزمالك. انا دايما يعني قبل ما ابدا معاك في الجزء الفني، انا دايما يعني بشكر طبعا اداره البنك الاهلي اللي هو اشرف نصار استاذ محمد عبد المنعم ومجلس الاداره كله على ثقتهم فيا ودعمهم ليا بصراحه وللفريق ككل، يعني كلعيبه وكجهاز والمنظومه كلها. لان الناس دي بقى لها 4 سنين تقريبا، كل سنه بيبقى نفس الموضوع ونفس كواليتي اللعيبه، وبيتعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده تفسير. انت مش عارف البنك الاهلي، هل البنك الاهلي؟ لا البنك الاهلي امكانيات البنك الاهلي يبقى موجود في حته تانية من بدايه الموسم. دايما البدايه مع اي فريق بتفرق، وده فرق مع زد. البدايه بتاعت زد كانت كويسه فخليته يمشي فتره كبيره كويسه. المهم ان انت تحافظ على دي، تحافظ على البدايه. احنا البنك الاهلي بصراحه البدايه عملت مباراه كبيره قدام زد. الحمد لله. خلي بالك يعني التعادل الحقيقه كان 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 غير عادل ليك. بص يا كابتن سيف والله، بص هو ده حلوه دي؟ حلوه، ولما تيجي منك انت تبقى احلى. لا دي شهاده طبعا نعتز بيها. خلي بالك يا كابتن سيف، مش عشان كده، هو التوفيق مش محلف. مباراه الاسماعيلي في الاسماعيليه، مباراه الاسماعيلي يعني في ماتشات زد والمصري مثلا، فاهم؟ المصري كسب تعادل في هذه المباراه، زد والبنك الاهلي مثلا. لا البنك الاهلي يعني التعادل لزد رغم انه كان متفوق 1، بس لا انت كم الفرص والاداء الهجومي والانتشار والحمد لله اللي سعيد كلها. بص يا كابتن سيف، هو احنا عملنا المباراه دي بصراحه مش مباراه زد بس، مباراه الاسماعيلي في الاسماعيليه مباراه صعب جدا انك تطلع مغلوب منها بصراحه. وكان اداء برضه وكان استحواذ، وكنا بنوصل للجون، وده على فرص كتير جدا. هو عدم التوفيق محالفنا ان احنا بيخش فينا اهداف بصراحه غريبه الشكل. ما يعني انا الاهداف، وانا كنت مع حضرتك في الهدف اللي جه فينا بتاع فاركو. هو الهدف من بدايته، يعني لما نيجي نتكلم على الجزء بتاع التحكيم لان دي مهمه جدا، عشان اقول لك المغرب انا تعاملت مع المغرب ولعبت مع الرجاء ولعبت مع الوداد ومع الجيش الملكي. الموضوع هنا في عدل في كل حاجه، عدل في كل حاجه. فالجزئيه بتاعت مفيش يا كابتن، مفيش كوره فيها عدل. لا اختلف مع حضرتك، والله ما في كوره فيها عدل. لا في عدل انت جميل. والله ما في عدل. انت احيانا بتظلم واحيانا ما بتظلمش. انت عندك لقطات في مباراه الاهلي كانت عليك وبقت لصالحك. لا بس تحكيميا لا. لا 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 هقول لك. لا لا انت قول لي، قول لي انت عارف. بص بص عارف يا كابتن، انت دخلتني بس انا هقول لك حاجه والله. عارف قصه الكوره